المحافظة على الصلوات. إجابة صحيحة. كفو كفو انت كفو. عمر حقنا. عمر حقنا. سعد القحطاني. سعد تسمعني يا قلبي؟ ايه اسمعك. كنت بتجيب العيد باخوياك؟ اي والله. ليش تدري ليش؟ اسلم افكر في رحماء بينهم كيف اتبرع. نصاب. ها الله يجزاك خير. طيب ننتقل للمجموعه الاخيره والسؤال في الجوله الاخيره وهو اخر سؤال معنا في ذاكره اليوم مع مجموعه الوفاده وبعدها راح اعطيكم الدرجات ان شاء الله. يمين. دقيقه. من ربي. طبعا الشباب اللي ذكرتوا اسماءهم الحين عبد الله الجميري، خالد حامد، عمر الشهري، طالعين يصوروا مبادرات وان شاء الله موعدنا مع اسلم يا سعد. الله يقويهم ان شاء الله. طيب انا بعطيكم درجات الجوله الاخيره يا شباب. الرفاده 184، اللي بعده السقايه 160، اللي بعده الوفاده 176. طيب يعطيكم العافيه جميعا وبإذن الله بكرة موعدكم مع سهرة جديدة وبعد بكرة المسابقة. السلام عليكم ورحمة الله.